أخبار اليوم. أستاذ سامي، أهم النقاط اللي دارت خلال هذا المؤتمر السياحي العالمي؟ ده مؤتمر بمناسبة مدير عام متحف سلفادور دالي ومعه دوق إسباني، التقى اليوم بقداسة البابا تادروس وسلموا نموذج من الأصل لتمثال اللي هيتم عمل نموذج أكبر، هيبقى ارتفاعه أكثر من 3.5 متر. سوف يتم الاتفاق مع قداسة البابا على معاد ومكان تسليم وإقامة هذا التمثال في إطار الترويج لمصر ومقصد السياحة الدينية، وخاصة رحلة العائلة المقدسة. المنظر بتاعنا من السيد المسيح والسيدة العذراء زاروا مصر وأقاموا فيها أكثر من 3.5 سنوات. بنحاول نستغل هذه الرحلة في ترويج السياحة القبطية في مصر. أهمية الزيارة دي يا فندم بالنسبة لمصر السياحة؟ السوق الأسباني بيعتبر واحد من الأسواق جيدة بالنسبة لمصر في السياحة الثقافية. وجود مدير متحف سلفادور دالي في مصر بيعتبر إشارة جيدة جدا لكل دول العالم أن مصر آمنة ومصر مستقرة، مما يساعد على تحسين الصورة لمصر في الخارج لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين. إذا كنا نريد أن نقول أو نتحدث عن الهدف الرئيسي لوزارة السياحة أو تنشيط السياحة في الفترة القادمة، ماذا سيكون؟ الهدف أن احنا إن شاء الله بنهاية عام 2017 نحصل على أكثر من 10 مليون سائح، يحققوا لمصر حوالي 12 مليار دولار. هذا هدف استراتيجي في هذه المرحلة، نرجو أن الأمور وكل الأوضاع في مصر تساعدنا على تحقيقه بإذن الله. شكرا لك. شكرا.